get drunk. ناشونال جيوغرافيك من القنوات الأفضل على الإطلاق والمميزة جدا من القنوات المفيدة والتي تنتشر بشكل كبير في الوطن العربي لأن لديها مشاهدين حول العالم. كما تعتبر هذه القناة هي قناة مهمة جدا تقدم بعض الوثائق والقصص الحقيقية والأساسية والمثيرة إذا كان في عالم المحيطات وعالم البحار أو عالم الحيوانات وعالم السيارات، فهي لا تقتصر في تقديم محتواها عند نمط معين ولكنها قناة منتشرة بشكل كبير. تعمل هذه القناة بفئة HD وهذا ما يميزها عن غيرها، إنما يمكننا أيضا أن نستعرض من خلال هذه القناة عدد كبير من الحقائق المتعددة. إذن إخواني نترككم مع التردد وطريقة إضافة التردد، ولا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. إذن إخواني طريقة إضافة التردد طريقة سهلة وتختلف على حسب السيرفر. تضغط في الريكوموند على ميني ثم تدخل إلى الإعدادات، ومن ثم تضغط أوكي على تركيب وتقوم بإدخال كود السيرفر غالبا 4 أصفار أو من 1 إلى 4. من ثم تضغط على قائمة الترددات هنا وتضغط أوكي، وهكذا سوف تجد معك هذا الطابلو وتتبع التعليمات. تختار أول شيء القمر من هنا وإضافة التردد باللون الأحمر من هنا والتعديل والحذف والبحث في الآخر، تبحث عن اللون الأزرق يعني البحث عن القناة. فهذه هم التعليمات موجودة عندك في الريكوموند تتبعهم، وهذه الألوان وهذه تعليمات تختلف كما قلت لكم من ريسيرفر إلى ريسيرفر آخر. إذن شكرا على المتابعة، سأدعكم التردد ولا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة.